عبد الناصر عبدايم مدير مهرجان دوز العربي للفن الرابع. اليوم الحمد لله انطلاق دورة 13 المهرجان دوز العربي للفن الرابع، بديناها ان شاء الله بكرنفال جاب شوارع المدينة، ثم هنا جينا للأمسية موسيقى وكلمة اللي شاركوا فيها مجموعة من الشعراء وكونسيرفاتوار زرياب في دوز. غدوة ان شاء الله تنطلق العروض المسرحية بمعدل عرضين كل يوم حتى اليوم الأربعاء القادم. عرض في الأمسية 5:30 إن شاء الله باش يكون باستمرار في دار الثقافة دوز، وعرض السهرة على الساعة 9:30 باش يكون في دار المسرح والفنون مقر فرقة بلدية دوز الراعي الرسمي لهذا المهرجان. وبالنيابة علي يحكي لما يغشى النوم عين عن وجع الاعتران وعن حقائقنا الحزينة، بالنيابة على الأصول وبالنيابة على الفروع، واللي قاوم واللي سالم واللي عاشق للخنوع جيت أقول لك سامحين. بالنسبة للعروض، عندنا عروض من ليبيا، عندنا عروض من الجزائر، وعندنا أيضا عروض من تونس بالتأكيد، ثم عندنا بداية من يوم الأحد اللي هو يوم عطلة سلسلة عروض الأطفال، إضافة إلى ندوة فكرية إن شاء الله باش تكون في اليوم الختامي سؤال في النقد المسرحي يشرف عليها دكتور عبد الحليم المسعودي والدكتورة فوزية المزي والدكتور محمد مومن، ثم عندنا حفل توقيع كتاب أيضا في اليوم الأخير ذاكرة نفزاء والمسرحية للأستاذ مكرم سنهوري ابن فرقة بلدية دوز للتمثيل. يا رعشة الخوف فيه، يا نبض عرق الشجاع، والخوف له خطية، كل حد لابس قناع، مش خوف غلبة حمية ولا خوف صوت الجواع، خوف فكر ساطع بضيع ما تحس نور الجماع، والعمر طي الدنيا والموت طال. هذا عموما عندنا أيضا سلسلة عروض في المدارس الابتدائية، عروض عرائسية من الجزائر الشقيقة انطلقت من يوم الاثنين 22 أكتوبر وتنتهي إن شاء الله يوم الاثنين 29 أكتوبر بمعدل 12 عرض، عرضين كل يوم. هذا عموما يعني محتوى البرنامج. ثم عندنا في اليوم الختامي بحضور السيد وزير الثقافة باش نعاود إن شاء الله الكرنفال الضخم اللي فيه الماجورات والدمى العملاقة والفنون الشعبية والمهاري والخيول، ثم تكريم ثلة من أصدقائنا اللي قدموا للفن الرابع وللمسرح بصفة خاصة سواء كان في تونس ولا في الوطن العربي. هذا باختصار برنامج المهرجان الدورة 13، إن شاء الله الجمهور يكون حاضر بكثافة كالعادة، وإن شاء الله الناس تستمتع بالعروض اللي اخترناها، ومرحبا بكم.